اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمرتنا في انف المملكه العربيه السعوديه احمد المصبيح وعلي الزهراني، لا زال معنا في الحلقه، وينضم معنا في الاستديو طارق الحربي. هلا والله طارق. يا مرحبتين وسعيد اني معكم. طبعا هلا وسهلا فيك. كيف انا مؤدب؟ بنشوف نكمل معك لنهايه الحلقه. اول شيء في احد في خاطره شيء على طارق؟ في قبل شيء عليه؟ لا والله انا احبه، بالعكس يعني كان يلطف الاجواء قبشاته، وصار واحد حذر يخاف يعني كل كلمة أقولها أدري وراي طارق. ما في يعني ما في قلبك شيء على الرجال؟ لا والله أحب لله في الله أحبه. علي في قلبك شيء على الرجال؟ لا بالعكس بالعكس، الله طارق يعني بالعكس من الأسماء الجميلة التي أضافت الشيء الكثير بصراحة. يمكن خلينا الأول كنا في الوسط الرياضي متعصبين، كويس الآن دخلت الكوميديا يعني تلطف الجو شوي. بالعكس يعني بالعكس جميل جدا طارق في كل الحلقات، بالعكس المتابع يمكن أنا أحد الأسماء اللي برضه حطها عنوان الحلقة، وبالعكس أبادل كل التقدير والاحترام، بالعكس أتمنى المزيد يعني في هذه الأمور بصراحة، لأنه كرة القدم يعني لا يعني يجب أن تكون فيها مزيج حتى مع الكوميديا بصراحة. شفت هم كيف خايفين ترى أخلاق؟ أنا شايل عليك. ليه؟ أنا شايل عليك، طالع معي في البرنامج وواعدني وخوي وقال لي بنت ماني مقرب عليك، وأول ما أعطيك ظهري تسوي الحلقة وتروح القاهرة. سويتها. أرسل لي رسالة من القاهرة يقول ترى كتاب على يوم النشرة. ضمنت ماني فيه وبعيد. طارق بصراحة أنت كذا نافذة جميلة دخلت على الوسط الرياضي، مش عشانك صديقي ولكن فعلا نافذة جميلة دخلت على الوسط الرياضي. في البداية في ناس كانت زعلانة ومضايقة، بس بدأت الناس تاخذ على الجو. خلينا نشوف أبرز الأشياء اللي سويتها الموسم الماضي، وأبغى أتكلم معك عن الموسم الجاي. خلينا نشوف طارق الحربي جلد مين الموسم اللي راح. رئيس نادي الشباب، ما يبقى رئيس نادي السعودي، رئيس نادي الشباب القادح جوه ثاني. ما ادري شنو دق روعة التوقع، كان الروقي دائما توقعاته صح، توقع مضروب زي باقي 5-0 للشباب ما صار شيء. يعني حتى في البلنتي حق شايع اللي شفناه طيحته غير الناس كلها، يعني الناس تطيح كذا، لا شايع اخذها يعني شويه على جنب، يعني في مرونة ما خلى أحد في حاله. يعني الحين دخل في اللاعبين، خلي ياخذ ملايين يا أخي، وش المشكلة؟ يعني أنت ليش زعلان؟ أنا كان طبعا أغلب جيل تويتر ما يذكرون فيصل أبو ثنين الصغار، يعني طبعا فيصل أبو ثنين كان لاعب في الهلال، عشان أعطيك من السي في حقه، ما كان بمستوى اللي هو تقدر تقول نجم عالم. يعني لما أسمع ذا التصريحات أنا أتذكر المباريات القديمة، يعني شلون لو صرت زي بيليه أنت وش تسوي فينا؟ أنا شفت الضيوف، في ناس زعلوا ومشوا وربعنا متكين. يعني أنا أعجبني الدغيث وجالس في النص، الاثنين تهاوشون وقاعد كذا، وخالد جاسم على الآيباد استنى مشكلة تخلص، بعد كذا واحد ينسحب ثاني ينسحب، أتمنى في يوم من الأيام أشوف واحد من ربعنا ينسحب بس. ولكن ما حصل اليوم هي مهزلة تحكيمية. أنا ما تكلمت على مريم، التحكيم السعودي جالس يسوي جريمة في الدوري السعودي. أنا بعد أحس إنه كان ملحن سابق، لأنه لما يبغى يقنعك بسالفة يلعب على التون. التحكيم اسمع مني، يعني شغال يطلع وينزل في اللحن، بس ما في سالفة طبعًا، الموضوع ما في تحليل، هي 3 كلمات كيف أعيدها بكم لحن على أرفع وانزل وتطلع في الأخير يخلص وقت البرنامج ونمشي. ممكن تسأل إبراهيم عسيري في أي لقاء مستقبل إذا شيء كذا، وش نقطة تحول في حياتك؟ طردني ترك العجم من كورة، وش غير في حياتك؟ زاد الفولورز عندي في تويتر، في تالي الليل أمسيت لي نجمة، وحنا في وقتها النجمة في المدرج ونتفرج، ويا راعي الجمس قرب الجمس الأسود عن الباب وخلني بركب في المرتبة الخلفية باحترامي. يا أخي صدري بدأ يعورني والنحشة زينة. من زعل عليك الموسم اللي راح؟ كثير. في احد زعل صدق يعني؟ والله في زعل، بس ما ابغى اذكر اسماء ولا براحتك.
لا انا ما شوف انت عندك برنامج تفهمهم معك انا انا بالنسبه لي شوف اللي زعل واللي رضى كلم على عيني وراسي، لكن في الاخير انا ما جبت شيء من بيتنا، يعني هذا انتم اللي كنتوا تقولونه في البرامج، في ناس كانت تطلع في البرامج تبي تقدم معلومه، وفي ناس تدور الاثاره. صح، تدور الاثاره، اللي يدور الاثاره احنا ننتظر برضو، احنا ندور الاثاره يعني. يعني وبالعكس انا اشد على ايديهم يعني السنه دي ان شاء الله يعطونا كميه اثاره عشان نشتغل لان احنا برنامجنا قائم عليكم. طيب ايش عندك الموسم الجاي؟ انت بكره الحلقه الاولى؟ بكره الحلقه الاولى ان شاء الله. طيب النشره الرياضيه كانت فقره، كانت خمس دقائق في برنامج النشره ايش السالفه؟ بكره فقره لا زالت خمس دقائق لا صارت النشره هي نشره رياضيه. ايوه يعني برنامج يعني النشره بكرة كامل قاعد بكره. والى متى؟ الى ان شاء الله قبل رمضان بيوم لا احنا بنكون ان شاء الله نشره رياضيه او أيوة. برنامج النشره بيكون من ابي يمشي علينا كلنا قبل رمضان لا انا حتى برجع للمثالين حتى لو انت سوالف كذي برجع لان ما عاد خلصت المواد بيكون ان شاء الله من الاحد للخميس نشره رياضيه. اي راح تكون عندنا طبعا راح يكون الفقره هذه نفسها اللي هي النشره الرياضيه راح تكون موجوده خمس دقائق. راح يكون عندنا فقره جديده اسمها القضيه نفس الكلام بشكل كوميدي نناقش قضيه حصلت. بيكون في تقديم جوله في البدايه جوله على البرامج المقتطفات الاخوان مبدعين. المحللين والمبدعين اي والله مبدعين يا اخي ترى بدونكم انا اضيع طيب ابغى اسالك سؤال وابغى اجابته بعد الفاصل. انت كممثل سعودي وتقدم هذا النوع من الفن الكوميدي الرياضي، وش هدفك منه؟ ابغى اجابتك بعد الفاصل. فاصل قصير بعده نعود للمشاغب والمشاكس طارق الحلبي. في فقرة بين قوسين مساعد العبدلي يكتب عن مطالب الهلال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي قناة فهم في المملكة العربية السعودية أحمد المصابيح وعلي الزهراني ومضيفة حلقة الليلة، ومنضم معنا طارق الحربي. قل لي طارق، وش هدفكم أنتم من خلال هالمادة الكوميدية الرياضية اللي بكرة راح تصير أطول وبشكل يومي؟ طبعا نشوف في قضايا، أو نتكلم عن وسط الرياضي عندنا. وسط الرياضي عندنا صار فيها أصوات نشاز كثير ما أتكلم الحين يقول كل اللي جايبهم في البرنامج أصوات نشاز، لا بس في أصوات نشاز كثير. صح. الجمهور عندنا 60% 70% مراهقين أو فئة الشباب. فئة الشباب ممكن أي واحد يأثر فيهم، خاصة إذا كان محلل معين هو نجمي أو إنه أشوف إنه أفضل معه فتبنى رأي. صاروا أغلب المحللين يعني نقول 60% 70% يشتغلون على يدور كلمة عشان يدور وراها هاشتاج، صار يشتغل على الرأي العام. صار عندنا التعصب زادت يمكن نسبته ممكن نقول 100% 200%. صار الناس أخ وأخو ممكن بينهم مشاكل عشان كرة. الكرة ما هي بكذا يعني، ما ولا عمرها كانت كذا. صحيح. فهو الفكرة عندنا إنه أول لا حسيب ولا رقيب. أنا بالنسبة لي طبعا هذه أنا أتبنى وجهة نظري الشخصية، كل يطلع يقول اللي يبغى ويمشي، عرفت؟ خلاص إحنا الحين إحنا نفس الكلام، اللي بناخذ اللي أنت قلته أناقش بوجهة نظري أنا الشخصية. يعني كنت أقول دائما أنا والله إنسان محايد، لا السنة دي ماني بمحايد. يعني ممكن يكون أقسى من اللي راح؟ بكثير، لأن عندي أكثر من فقرة. بكثير؟ إيه. إيش الفقرات اللي عندك؟ ممكن آخذه في النشر الرياضية. وممكن اخذه برضه هو الشخصيه نفسه في القضيه، فصار عندي استعداد. احنا شو الفورمات حقت البرنامج؟ في النشره اللي انت تقدمها في البدايه، في التقديم في البدايه اللي هو مشاهد اللي صارت من اسبوع، من مشاهد في الاستوديو في المباريات، نفس الستايل اللي كنت تسويه في الفقره اللي كانت فيها النشره هذه. هي الفقره اللي بعد هذا. طيب النشره اللي الخمس دقائق هذه شخصيه معينه او كذا، القضيه حدث حدث اي قضيه تصير في الاسبوع مثلا ممكن احتياجات خاصه اخذوا كاس العالم ما حد تكلم عنه زي كذا، يعني اي قضيه ممكن تصير نناقشها احنا باسلوبنا. عندنا صوت الدكه طبعا للزميل دراعي الدراعي
راح يكون لقاءات مع الرياضيين والاعلاميين من اداريين الى لاعبين الى جمهور. خاف يتهربون، خاف يصير في جلد ولا احسن انهم يتهربون، لان احنا نبي يتهربون. احنا برضو بنعلن بنبث اللي يتهربون، فما لنا بقاطعين شيء. عندنا طبعا النشره العالميه راح تكون مع زميلنا برضو مطلق مطر، اللي هي احداث اللي في العالم، ممكن الدوري الاسباني، ممكن الدوري الانجليزي، ممكن كذا، يعني راح يكون كل رياضه. بعدين في الاخير بقول احنا عم ندرج ونتفرج بعد كل بابتسامه. طيب السؤال المهم، من اللي معك في التحرير، من فريق العمل، من المجموعه اللي تشتغل معاكم خلف الكواليس غير ذيبان اللي قاعد تسرقه منه؟ ذيبان انا متبري منه السنه دي، وقلت احسن عرفت كيف، خلي برنامج كوره ينفع. صح ولا تدلعونه واسمه فوق يطلع كما عندنا بالحركات. طيب. طبعا القائمين على البرنامج وعلى راسهم طبعا وراس الهرم والمشرف العام والمسؤول عن البرنامج الاستاذ عمرو الصيخان، واللي اشكره كثير يعني انه حرصه على البرنامج وعلي انا شخصيا طبعا. في طبعا المجموعه يعني كنا احنا تعرف العام كنا 5 اشخاص، السنه دي يمكن 35 شخص الى 40 شخص. ناويين والله، يعني عرفت احنا السنه دي داخلين ناويين نيه. اوكي عرفت، يعني ممكن نزيدهم الى 50 ما عندنا مشكله كاعداد طالما انه يخدمنا. الله يوفق. بالعكس ممكن معنا نواف المهنا طبعا فنان معروف، حس الكوميدي موجود، سلطان المطيري كمشرف العمل، سالم طبعا سالم الكاست القديم اللي هو سالم سالم القرني، فرحان، عاليه، مجموعه فهد، في مجموعه اللي كانوا معي العام واضفنا لهم مجموعه لانهم عرفوا الطريقه شوي، والشباب الجدد طبعا جايين منكم متحمسين اكثر من تحس الجمهور بدا يتقبل هذا النوع من الفن الكوميدي. والله الجمهور، شوف الجمهور يتقبل، لكن انا ما انظر اولا للجمهور اللي مثلا في تويتر او غيره المتعصب. طبعا المتعصب ممكن انت تكتب تغريده تقول السلام عليكم، ممكن يجيك ناس يكتبون انا مو مقتنع فيك كشخصيه. صح صح. لكن كبرنامج انا اشوف انه الحمد لله نجح السنه اللي راحت، وهذا اللي خلانا ولا طلب الجمهور، وطبعا هم الاساس انه بالاخير لو يعني بدون الجمهور ما راح ينجح البرنامج، هم اللي دعمونا ان السنه دي نقدم شيء على اكبر. في مخاطره لما يعني انا كنت اذكر يعني التفاصيل بين تامر الصيخان واداره روتانا لما كانوا يقولون من فقره الى برنامج، تحس ان فيها مخاطره ولا المساله محسوبه بشكل جيد؟ شوف اول شيء انا بالنسبه لي انا ثقتي في الشباب كلهم، طيب يعني اللي مشرفين على العمل من مدير الى اصغر واحد في البرنامج هم اللي راح يقدمون العمل، راح يقدموني انا بالشكل الكويس. يعني اذا ابدعهم فانا راح ابدع، اذا هم كانوا ناويين يضيعوني فراح يضيعوني. حكيم يا شيخ، حكيم يا شيخ، حكيم يا شيخ. طيب ان شاء الله. الساعه كم كل يوم؟ الساعه قبل الكوره الساعه ان شاء الله 11 يوميا من الاحد للخميس راح تكون نشره رياضيه. ممتاز ممتاز. ايش عندك بكره؟ عطنا شيء كذا، شيء خاص، عطنا موضوعك بكره مين، عطنا اي تلميحه يعني تلميحه بس، ايش موضوع بكره، ايش القضيه؟ قضية تقريبا قضية لاعب سعودي. اخوي عطنا كذا خبر بس، لا تعطينا السكريبت ولا تعطينا، عطنا شو السالفة بكرة؟ مين اللاعب؟ عبد الله العنزي. عبد الله العنزي سالفته مع المدرب؟ مع كل الناس. احنا لازم نلقى له حل، احنا بكرة راح نلقى عبد الله العنزي. الحلقة بكرة عن عبد الله، في جزء منها عن عبد الله ولا كلها عن عبد الله؟ القضية عبد الله العنزي. ساعة كم البرنامج الواحد بيتمرن؟ واحد الساعة 11، شوفوا 11 بكرة. بكرة عبد الله العنزي يعني. عبد الله العنزي وان شاء الله النشرة راح يكون خالصين. صورتوها؟ ان شاء الله. قاضين يعني ما. اذا في شيء بنضيف الليلة بنشوف البرامج اليوم ايش صار فيها. الله يطول عمرك، برنامج ممتاز. يا ساتر. طيب من اكثر لاعب يعني جاك من وراه صداع او اعلام فتره رئيس نادي مين؟ والله شوف هو رؤساء الانديه كلهم ما قصروا، بالعكس كان تعاملهم احترافي جميل، ما في احد ضربني ولا في جمس اسود ولا في، وانا قلت يعني جمس اسود ان كان يجي يشيلوني ولا شرها انا ولا ذي ابشركم يا كف يا ضرب. طيب لا، من اكثر واحد جاك من وراه صداع صراحه؟ ما اقدر اقول اسمه، هو في واحد صدعني بتويتر. في تويتر؟ ايوه اعطيته بلوك. لانه لو صدع بي قدام الناس صدع بي بالدايركت. طيب لا تقول اسمه. ماني بقال اسمه. طيب طارق احنا سعيدين بوجودك، اتمنى لك التوفيق بكره الحلقه الساعه 11 النشره الرياضيه.
لا ترحم أحد أبدا. لا ازهل لا ترحم أحد إن شاء الله نكتب معنا في الحلقة الأولى بإذن الله. عدا أخوك في الله يعني شوف لا أوعدني هالمرة وخلك وفي. والله ما أوعدك. تبون مايككم خذوه خليني أجي. طارق الله يوفقك القبول الله. من الله ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في الموسم الجاي من النشرة أو النشرة الرياضية أنت وفريق العمل. شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يسلمك أبو تركي. شكرا جزيلا لك. شكرا طارق حقيقة ما قصرت. لكن والله كان حلمي يكون فيه رقابة على الإعلام الرياضي. الآن أقدر أصنف معالي حكيم طارق حكيم يا شيخ رقيب على ما يصير في الإعلام الرياضي. علي شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. حبينا نخليك معنا يعني تكون معنا إلى آخر الفقرة هذه. سعدت بذلك. شكرا لتركي. شكرا للزميل احمد وبالتوفيق للاخ طارق ونتمنى له التوفيق. بالعكس الان اعطانا مجال ان نتشوق للحلقات القادمه. دعائي له بالتوفيق والنجاح الافضل. شكرا علي. موعدنا غدا 11:30 يا مالك.